بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة المحاضرة الأخيرة اللي هنتكلم فيها عن الـ Traverse Adjustment. هنتكلم فيها النهاردة عن تصحيح عملي لمثال عندنا دي Traverse. الداتا ديت داتا فعلية جاية من السايت عندنا من الـ Jamboard. هنبتدي نطبق عليها كل اللي إحنا خدناه المرة اللي فاتت. طيب المحاضرة بتاعتنا الأخيرة ديت هنقسمها لجزئين. الجزء الاول هنتكلم فيه عن تصحيح الداتا ديت بشكل مانوال، كله معادلات بحته، وهنبتدي ازاي نطبق المعادلات ديت بسيكونس معين بحيث نطلع منها بالاحداثيات النهائيه الصحيحه. والجزء الثاني هنبتدي نصحح نفس الاكزامبل دوت بس على برنامج وليكن برنامج سيبل 3D، بعدين نبتدي نقارن النتائج بتاعتنا من هنا وهنا، ونبتدي نتكلم ايه الادق معانا وايه اللي احنا نقدر نعتمد عليه. طيب المحاضرة ديت محاضرة مهمة جدا، فيها تقريبا خلاصة كل اللي احنا اتكلمنا عليه على حوالي 8 او 7 محاضرات اللي فاتوا، تمام؟ فانا هحاول الخص لك كل الموضوع اللي احنا كل الكورس في المحاضرة دوت. طبعا ده لا ينتقص من المحاضرات اللي فاتت، بحيث انها كلها مهمة، في ذكرنا اشياء كتير وما اتكلمناش على تفاصيل فيها، كمجرد بس انديكيت ليك ان خلي بالك، ان خلي بالك من دي، خلي بالك من النقطة ديت، فهمتك الموضوع بشكل عام ماشي ازاي، والتطبيق طبعا هو الاهم وهو اللي هيبتدي يلم لك المواضيع دي كلها. طيب انا حريص جدا ان انت ما تبقاش مجرد معادلات معينه انت قاعد تطبقها وخلاص، لا انا عايزك تفهم البروسيجر اللي ماشي بيه التصحيح ازاي، الكونسيبت بتاعه ايه، الافكار الاساسيه بتاعت الادجستمنت واسسه ايه. تمام، عشان كده عملت لك ورك فلو كده بشكل مبسط قبل ما نخش في موضوع التصحيحات بقى والمعادلات والدش والكلام ده. هبتدي بس يعني عملت انا زي ورك فلو كده، الورك فلو ده هيوضح لنا عمليه التصحيح ماشيه ازاي، وهنبتدي نمشي معاه خطوه خطوه ونشوف ازاي نطبقها لحد لما نوصل في النهايه للكونكريت فاينل كوردينيت. هنبتدي من اول لما نستلم الداتا لحد لما احنا نطلع الاحداثيات النهائيه، وهنعرض دلوقتي ونمشي معاه خطوه خطوه بحيث نبقى فاهمين كل خطوه احنا واقفين فين، والخطوه دي ازاي بنحسبها وازاي بنعملها. حتى لما يجي اي سوفت وير يبتدي يحسب لي الترافيرس، ابتدي انا عارف السوفت وير ده عمل ايه وايه الحاجات اللي سقطت منه في البروسيجر ده. تمام، طيب عايزك تراجع المحاضره اللي هي بتاعت الفيلد داتا عشان تفهم بس ان الداتا ديت ايه طريقه رصدها بشكل صحيح، عشان لما الداتا تجي لك يعني مثلا تتاكد ان المساح الداتا اللي جايه له دي رصدها بالبروسيجر بتاع الترافيرس، مش وقف في نقطه واخد كل النقاط خلاص على كده، لا تراجع المحاضره بتاعت الفيلد بحيث يبقى كل اللي احنا بنعمله دوت هيعتمد على طريقه الرصد بتاعت الداتا دي. طيب الورك فلو ده فيه ايه؟ في اول حاجه، اول ما تجي لك الداتا بتاعتك لازم اول حاجه تتاكد من الترافيرس تايم اللي هو نوع الترافيرس بتاعك، هل هو كلوزد يعني حلقه مقفوله زي اللي قدامنا كده، ولا هو اوبن يعني الترافيرس مفتوح. تمام، اقصد بالكلوزد اوبن ايه؟ الاثنين مقفولين على نقطه، يعني ما يعني حته الترافيرس مفتوح ما يقفلش على حاجه، ده ما يبقاش ترافيرس، لازم الترافيرس يقفل على نقطه معلومه، بس يا اما قافل على نفس النقطه فيعمل لوب كده بالشكل دوت، او يقفل على نقطه ثانيه، نقطه ثانيه برضه نقطه معروفه، ده بس في الحاله دي هيبقى مفتوح. هيختلف ايه؟ مش هيختلف اي حاجه، هيبقى طريقه التصحيح هي هي، بس هتختلف بس بطريقه حساب المسكلوجر بس مش اكتر. تمام، لكن طرق التصحيح هي هي ما فيهاش اي مشاكل. تمام، طيب فدي اول خطوه، سواء هو كلوزد او اوبن، هنخش على الخطوه اللي بعدها ولا فيلد داتا تايب اللي هو نوع الداتا اللي جايه لك من السايت، دي مهمه جدا. هل الداتا عندي نورث ويست احداثيات زي اللي قدام كده؟ هل الداتا ديستانس وازموث مسافات افقيه وانحرافات؟ ولا هل الداتا ديستانس وانجلز مسافات افقيه وزوايا داخليه؟ تمام؟ طيب فهل في حاله مثلا المثال اللي عندنا اللي هي نورث ويست، وانا اخترت المثال يبقى فيه داتا نورث ويست بحيث ان هي دي خلاص الحاجه الواقعيه اكتر والحاجه دي اللي موجوده في السايت، فحبيت ان انا اكون عملي يعني ما بديش اتكلم عن تصحيح زوايا ومسافات والكلام ده والكلام ده ما بيحصلش في السايت، فحبيت ان ابقى عملي اكتر ان انا اجيب لك داتا ريل داتا، يعني داتا حقيقيه جايه من 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 الواقع وجايه من السايت. تمام، طيب انا عندي ايه؟ لو عندي بقى الداتا جايه لي نورث ويست، يبقى اول حاجه هخش على الخطوه اللي بعدها اللي هو الكوربريت اتش ديستانس اللي هي حسابات المسافات الافقيه، دي لازم احسب المسافات ما بين النقاط دي، بعدين ابتدي احسب الاف ازموث او الفورورد ازموث. تمام، اللي هو الانحرافات الاماميه بتاعت الاضلاع، بعدين الخطوه اللي بعدها ان انا احسب الكالكوليت باكورد ازموث اللي هو الانحراف الخلفي للاضلاع،
بعدين احسب الكومبليت اتش انجلز اللي هي المسافات الداخليه الافقيه، سوري الزوايا الداخليه الافقيه اللي هي ما بين نقاط الترافيرس او ما بين المضلع بتاعي. تمام، في حاله ان انا جاي لي ازموس خلاص يبقى انا مش محتاج احسب ديستنس ولا محتاج احسب فورورد ازموس، ابتدي اخش على الباكورد ازموس على طول. في حاله ان هي جايه لي ديستنس وانجلز خلاص هتخش على طول على الديسكلوجر، وانت يبقى وفرت على نفسك كل الخطوات دي، الاربع خطوات دول انت وفرتهم على نفسك، مش هتبتدي تعمل فيهم اي عمليه حسابيه الا في حاله ان هي جايه لك ديستنس وانجل، عشان هو الترافيرس في الاساس في التصحيح بتاعه ديستنس وانجل. ليه؟ عشان هي دي الحاجات اللي بتحصل فيها اخطاء، مفيش حاجه اسمها ميجر كوردينيتس، يعني الكوردينيت مش بتترصد في السايت، الكوردينيتس او جهاز التوتال ستيشن مش بيرصد كوردينيت، جهاز التوتال ستيشن بيحسب كوردينيت. تمام، هو جهاز التوتال ستيشن بيرصد حاجتين، بيرصد زوايا وبيرصد مسافات، بعدين من خلال الزوايا والمسافات يبتدي يعمل كالكوليشن عشان يطلع لك الاحتسيات. فالخطا بيبقى في الزوايا والمسافات، لو الزوايا او المسافات بيرفكت يبقى الكوردينات هتيجي بيرفكت، لو في خطا في الزاويه او في خطا في المسافه يبقى اذا ده هياثر على الكالكوليشنز اللي هو اللي هي الخاصه بالكوردينات. فاحنا لازم الاحتساسيات اللي جايه لي ديت لازم ان انا افككها في النهايه الزاويه والمسافه، بعدين ابتدي ان انا اشوف ايه الاخطاء بقى في، هل في خطا في الزاويه ولا لا، وهل خطا فيه في المسافه ولا لا، ولو في ازاي اصححها. مجرد ما انا صححت الاثنين اوكي، لما اجي اعمل ريكولكوليشن للاحداثيات تاني هتدي لي احداثيات بيرفكت بشكل صحيح. طيب سواء الزوايا والمسافات جايين لي او حسبتهم، هبتدي اخش على الخطوه اللي بعدها اللي هو الانجولار ديسكلوجر، ان انا احسب الخطا اللي موجود في الزوايا. ازاي هحسبه؟ هنشوف. طبعا هنمشي مع كل خطوه من دول ونشوف ازاي بنحسبها وهنطبقها في الجدول، هنحط الفورمولا بتاعتها ونبتدي نحسبها ونشوف النتائج هتطلع لنا كام. تمام، طبعا انا هعتمد على الاكسل بشكل كامل، ان انا ابتدي ادخل فيه المعادلات بتاعتي وابتدي احسبها. انت عايز تحسب بالكالكوليتر زي ما تحب، انت فاهم، لكن انا بشوف الاكسل اسهل اكتر من حاجه، ان احنا بدل الكالكوليتر هنعمل معادله لكل ضلع، لا انا ممكن اعمل اول ضلع بس المعادله بتاعته وبعدين اكررها على بقيه الاضلاع، تبقى هي مش بتختلف. يعني لما اجي احسب المسافه بين الضلع ده والضلع ده نفس الفورمولا هطبقها على الضلع ده، نفس الفورمولا هطبقها على الضلع ده، نفس الفورمولا هطبقها على الضلع ده، وهكذا الزوايا طريقه حسابها وهكذا، يعني مش مفيش هيبقى اختلاف. الحاجه الثانيه انا ممكن اعمل سيف لشيت في الاكسل ديت وابتدي اشتغل منها، بحيث ان كل ما يجي لي ترافيرس ابتدي اصحح، ما اقعدش اعمل نفس الفورمولا دي تاني في كل مره. تمام، لكن بالكالكوليتر او بالاكسل احنا كده كده هندخل المعادلات وندخل القيم بتاعتها ونشوف النتائج هتطلع لنا كام. طيب بعد لما احسب الميس كلوجر وهنشوف الطريقه بتاعت حسابه ازاي، هنبتدي نعمل تشيك ميس كلوجر ستاندرد، يعني هنشوف احنا المواصفات عندنا ايه، وهل الميس كلوجر اللي موجود في الانجل ده مناسب للمواصفات او مطابق ليها او لا. لو غير مطابق، لو كان ان اكسبتابل، تمام، غير مقبول، لا يبقى انا هعمل ستوب بروجريس، اقف على كده وابتدي ان انا ارجع الداتا تاني للمساح يبتدي يرصد الكلام دوت من اول وجديد. تمام، طيب في حاله ان هي اكسبتابل يعني اوكي مطابقه للمواصفات، هبتدي اخش على الخطوه اللي بعدها اللي هي الادجستمنت انجل، ان انا اصحح الزوايا ديت بطرق من الثلاث طرق دول اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، الايكوال ديستريبيوشن او البرسنتج ديستريبيوشن او اللينس ويتد. طبعا احنا اتكلمنا على الكلام ده في ميس كلوجر، ممكن ترجع للمحاضره وتفهم كل حاجه اقصد بها ايه. بعد لما انا اعمل ادجستمنت الانجلز نبتدي الخطوه اللي بعدها اللي هي الكالكوليت ادجستد ازموس، ان انا ابتدي احسب بقى الازموس المصحح تاني. يعني انا هنا لو تلاحظ ان انا عملت كالكوليت ازموس وانا هعمل كالكوليت ازموس تاني، انا هنا عملت كالكوليت ازموس مجرد انا اجيب الانحرافات من الاحداثيات، لكن انا هعمل هنا كالكوليت ازموس هعيد حساب الازموس الصحيح من خلال الزوايا الصحيحه. تمام، بعد لما احسب الانحراف الصحيح ابتدي احسب المركبات الافقيه والراسيه، المركبات الافقيه والراسيه اللي هي الديبيتشر اللي هي المركبات الافقيه اللي على الايستنج، واللاتيتيود اللي هي المركبات الراسيه اللي على النورسنج. تمام، طب بعد لما احسب المركبات دي تقدر ترجع برضو للمحاضرات اللي فاتت وتفهم الكلام ده ازاي. تمام، هبتدي احسب اللاينر ديسكلوجر اللي هو الخطا اللي في المسافات او الخطا الخطي. تمام، بعد لما احسب الخطا في المسافات هبتدي اعمل شيك هطبقه بالمواصفات اللي عندي، هل هو مطابق ولا غير مطابق، لو هو مقبول اوكي هكمل، لو ان اكسبتبل غير مقبول هبتدي هرجع على نفس النقطه تاني اللي هي ستوب بروجريس، واقف على كده وابتدي المساح لازم يعمل ري ميجر للداتا دي كلها تاني. تمام، طب في حاله ان هو اكسبتبل يبقى ده هبتدي اصحح الخطا اللي في المسافه دوت بطريقه من الاربع طرق دول اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده، اللي هي بوديج ترانزيت كريندل او ليست سكوير، باي طريقه من دول هبتدي اصحح
الخطأ ده، وبعد لما اصحح خلاص يبقى انا هنا صححت الانجلز وهنا صححت الديستانس، ابتدي احسب الفاينل كوردينيتس الصحيحه، وهبتدي ان انا ازاي اتاكد ان الاحداثيات اللي انا حسبتها دي صحيحه. تمام؟ طيب بسم الله نبدا، هنمشي مع خطوه خطوه ونشوف ازاي نحسبها. حتى انا مجهز لك الفرموله هتبتدي تشوفها بعينيك، عايز تطبقها على الكالكوليتر معايا اوكي، عايز تطبقها على شيت الاكسل طبعا الشيت ده هنحسبها لك مع الكورس بحيث تقدر انت ترجع لها في اي وقت. تمام؟ طيب اول خطوه بس انا في الجدول ده هنبتدي نحسب فيه، هاخد الداتا بتاعتي دي كده كوبي نحطها هنا بيست سبيشال، خلي دوت في النص اوكي. طيب نخلي دي اللي اقرب لثلاث ارقام. تمام؟ طب اول خطوه انا هنا هشوف الداتا تايب، انا عندي الداتا تايب عندي هنا لوب مقفول. تمام؟ اوكي. بعدين الفيلد داتا تايب انا عندي نوع الداتا اللي جاي لي من الفيلد ايه؟ نورث وايست. اوكي يبقى انا همشي في البروسيجر الخاص بالنورث والايست. طيب البروسيجر الخاص بالنورث والايست اول حاجه هتقابلني اللي هي كالكوليت اتش ديستانس، حساب المسافه الافقيه. هو انا جايب لك الفرموله تمام، بص عليها معايا. الاتش ديستانس بتساوي ايه؟ بتساوي جذر الاي ناقص الاي تربيع زائد الان ناقص الان تربيع. الاي اللي هي النقطه الاولى والنقطه الثانيه، لو انا اللاين الاول ده عايز احسبه اللي هو ما بين بنش مارك 1 وجي سي اس 130 يبقى انا هطبق الفورمولا دي. اوكي طب عشان ما اتلخبطش كده نبتدي بقى نشغل الالوان معانا شويه. بص انا هعمل كله كده بولد. اوكي نبتدي بقى ايه الالوان عشان عينينا، هنبتدي نحرك الالوان معانا شويه. تمام طيب يبقى انا هقول هنا الاتش ليست. الاتش ليست هنا هتساوي ايه؟ خليها مثلا باللون الاخضر. تمام شوف بقى حوله، حوله هتساوي تمام قوم جاف او انا عايز جذر هكتب سكور. تمام هيفتح لي قوس يقول لي بحط الرقم، هقول له الرقم بتاعي عباره عن افتح قوس تاني هقول له الاي ناقص الاي. شايف انا عايز هو من بنش مارك 1 ل 130، من بنش مارك 1 ل 130 انا عايز الضلع ده اللي هو ما بينهم، يبقى هقول له دوت الاست 1. بص الاست 1 والاست 2 اللي هي على حسب اللي انت بادئ منه 1 اللي انت رايح عنده 2، يبقى الاست 1 اللي هي 130 اوكي ناقص الاست 2 الثاني قافل البوكس. طب ازاي اعمل تربيع على الاكسل اللي هي اس 2؟ هتكتب شيفت، هتدوس على شيفت و6، شيفت و6 هيعمل لك شكل المثلث شكل الثمانيه الصغيره دي، هي دي الاس. بعدين اقول 2، لو عملت 3 يبقى اس 3، اس 4 وهكذا، انا عايز اقص 2 اوكي. بعدين زائد افتح قوس الان ناقص الان، يبقى ان 1 اقول له ناقص ان دوت قوم جاي قافل البوست وقوم جاي اقول له التربيع ان، بعدين اقفل البوست تاني اللي هو بتاع الجذر. يبقى بص كده على الفرموله كده من فوق شكلها اول. اسكورت الجذر، الجذر عباره عن ايه؟ هو الاي ناقص الاي تربيع زائد الان ناقص الان تربيع. اوكي هقول له ان انتر. تمام يبقى انا عندي المسافه بتاعتي هنا خليها خلينا نقول له ثلاث ارقام بس. تمام يبقى انا عندي المسافه اللي هي بين ال 130 والبنش مارك 1 اللي هي 99.231 متر. تمام طيب نفس الكلام ده همسك كده اكرر على كل النقاط. تمام مش هوصل للنقطه الاخيره عشان ما فيش تاني. يعني ايه ما فيش تاني؟ يعني انا بدات من 130 ل 1، بعدين من 1 ل 2، بعدين من 2 ل 3، بعدين من 3 ل 4، بعدين من 4 ل 130، من 4 ل 130 اللي هي دي. اوكي من 130 ما فيش بقى 130 حاجه، انا من 130 ما وقفتش رصدت مسافه، انا وقفت عند الاربعه بعدين رصدت 130 الى اخر حاجه اللي هي 107. تمام طيب كلير. طيب يبقى دي الخطوه الاولى ان انا حسبت المسافه الافقيه. طيب الخطوه الثانيه بقى ان انا احسب المسافه، ان انا احسب الفورورد ازيموث، ان انا احسب الانحراف الامامي للاضلاع. طب هحسب الانحراف الامامي منين؟ الفورورد ازيموث بتاعتها برضه، خلاص الفرموله ديت تمام مش عايزينها خلاص ديليت. طيب الفرموله اللي بعدها اللي هي الانحراف اهو جايب لك برضه الفرموله بتاعتها ودي اللي هنطبقها عندنا. تمام فبيقول لك الازموس هيساوي ايه؟ الازموس من الكوردينيتس هيساوي ايه؟ مثلا الازموس بتاع الضلع اللي هو الاولاني اللي هو من 130 لبنش مارك 1. تمام يقول لك تان ناقص 1، بعدين الاي 2، الاي 2 اللي هي البنش مارك 1 عشان انت رايح من هنا لهنا، يعني انت رايح من 130 ل 101، يبقى 130 1 والبنش مارك اللي هي 2. تمام يقول لك 2 ناقص 1 الاي، بعدين الان ناقص 2. فبيقول لك خلي بالك لو الاي 2 ناقص الاي 1 اقل من صفر، يعني ايه اقل؟ يعني طلع لك بالماينس، هتطلع بالماينس زود بس 130، زود 360. يعني في حاله ان الاي 2 ناقص الاي 1
اقل من صفر يعني بتساوي ماينس، يعني عايز اقول لك مثلا الاي 1 اكبر من الاي 2 تمام، يعني عايز اقول لك لو البنش مارك 1 ديت احداث الاست بتاعتها اكبر من الاست بتاع الاحداثي ال 130 زود بس على النتيجه 360 تمام. طيب دي ازاي هنطبقها؟ بسيطه جدا، هنضربه هنا ازموس اي زد اللي خلينا دي اللي هنحسب فيها الازموس، ممكن مثلا نحطها هنا باللون الاحمر تمام. طيب هقول له ايه؟ بقول له خلي بالك على فكره في الاكسل تمام، ان لو انت طبقت اللي هي تان او تان او كوساين او ساين او الدوال المثلثيه النتائج بتطلع بي على في الراديان تمام، فلازم لا ان انا النتيجه لازم احولها لدجري تمام، فلازم اقول له الاول دجري، انا اقول له الاول يساوي دجري اللي هي ديت ديجريز، يعني ايه ديجريز؟ يعني النتيجه اللي طالعه لي حطها لي في الديجري، يعني خليها بالدرجات ما تخليهاش بالريديان، يعني الريديان هو نظام الدائري ده نظام تاني في ال في الزوايا تمام. طيب اقول له هنا ديجريز بعدين نطبق تان ماينس 1 تان عادي، تان تان في الاكسل اسمها تان عادي، لكن ايه تان اللي هي تان ماينس 1 اللي هو مقلوب تان، يبقى نكتب ايه تان ايوه اللي هي ديت تمام، بعدين ايه تان اللي هي تان ماينس 1، بعدين هنفتح قوس هنقول له اي 2 اللي هي ديت ناقص اي 1 اوكي على، بعدين نقول له ان 2 ناقص ان 1 بس برضه نحطهم في اقواس، نقفل الديجري تمام. بعدين بقى انا عايز اقول له ايه؟ طب في حاله زود لي 360 في حاله ان الاي ناقص الاي 2 ناقص اي 1 اقل من صفر يعني بيساوي ماينس، هكتبها عادي خالص، هكتب هقول له زائد تمام زائد 360، بس قبل ما اكتب 360 هقول له اف تمام، وجاي فاتح قوس هقول له في حال ان الاي 2 ديت ناقص الاي 1 اللي هي دي اوكي اقل من صفر تمام، بعدين اعمل كوما اقول له زود 360 مفهومه تمام. يعني بعد لما يحسب لي في الديجري ديت هقول له بقى اف يعني زائد هيزود لي ايه؟ لو دي زائد دي لو دي ناقص دي هتساوي صفر هزود 360 اقول له انتر. يبقى انا كده الازموس عندي 301 فعلا، هو فعلا 301، ممكن نزود بس البريسايز بتاعت الازموس شويه تمام، ونكرر على الكلام ده مثلا فعلا الضلع الثاني اللي هو 55 وهكذا. طيب في طريقه ثانيه اسهل لو حابب تستخدمها، هقول لك الطريقتين اللي هي التان ماينس 1 بطريقه يعني انا لما قارنتها بتان ماينس 1 حاجه اسمها اي تان 2 تمام، بس ليها طريقه ثانيه اعطتني دقه افضل من التان ماينس 1، طبعا الدقه دي بتبقى يعني في اقل من ملال يعني، فانا هوري لك ديت وديت، احنا شفنا دي، تعال نشوف الطريقه الثانيه ازاي تحسب بيها الازموس، بعدين انت القرار ليك يرجع لك انا احسب الطريقه اللي انت عايزها. شايف انت المعادله زي ما هي خالص تمام، مش هزود فيها اي حاجه، ان انا بس هاخد اللي هي التان ماينس اللي هي المعادله بتاعت التان دي كلها تمام، هقول له اي تان 2 تمام، هي اسمها كده اي تان 2 تمام، بعدين هنا حاجه اقول له الان 1 ناقص الان 2 بعدين اعمل كوما مش هعمل على كوما، بعدين اقول له الاست 1 ناقص الاست 2 اقول له انتر اوكي سوري اي تان نقفل الديجري الاول، هنقفل هنا الديجري تمام، عشان ال 360 دي مالهاش علاقه بالديجري خالص، يعني ال 360 دي يعني بعد لما احسب الديجري خلاص اقول له انتر. لا ما ظبطتش، فهو الخطا هنا اوكي الخطا هنا ان احنا ان 2 ناقص ان 1 يعني هنا عكسناها بس سوري تمام، هنقول له هنا ال ان 2 ناقص ال ان 1 تمام، بعدين برضه نفس الكلام ال اي 2 ناقص ال اي 1 تمام، نقول له انتر ايوه بالظبط كده، يبقى انا عندي 301 انا كده صحيح تمام. بعدين ابتدي اخد المعادله اكررها على كل النقاط حتى يبقى فيهم برضه النقطه الاخيره، الأخيرة مالهاش أزموس النقطة الأخيرة هنا بقى أنا عايزك تخلي بالك من حاجة هنا مهمة جدا. طب بالنسبة للنقطة الأخيرة، شايف أنا عندي هنا النقطة الأولى تمام،
النقطة الأولى عبارة عن من 130 لواحد، تمام مفيش مشكلة. طيب النقطة التانية اللي هو من واحد لاتنين، الأزموس اللي هو 55، 96 من اتنين لتلاتة، تمام. طيب بعدين عندي 142، 142 دي منين بقى؟ من تلاتة لأربعة. بعدين عندي 262 من أربعة لخمسة، لا سوري، من أربعة ل 130. طيب انا بقى عايز احسب من ال 130 اللي انا جبتها لواحد، عايز احسب الازموس ده تاني. المفروض الازموس ده يطلع لي نفس الازموس الاولاني، الازموس الاولاني ده اللي انا بعتبره صحيح وهو خلاص ان انا بادئ منه، تمام. بس شايف هنا المعادله قررت على واحده فاضيه يعني، فهنا ما عندوش هو ال E2، ال E2 هو مش عارف يشوفها، ال 37، تمام. اقول له طب ال E2 عندك اللي هي واحد، فهختار بس هنا الخليه دي وادي له الخليه بتاعت واحد، وهنا نفس الكلام اي هتجيب اللي هي الخلية بتاعت واحد، تمام. قول له انتر. ايوه شايف هنا طلع لك كام؟ 381 81. طبعا ما طلعتش نفسها، طلع في فرق، فممكن انا الفرق هنا اشوفه. على فكره بالمناسبه انا ممكن اعمل الاخر خليه دي كده، مثلا ممكن نعمل لها شادو دي نبتدي نجمع فيها. هنقول له مثلا هنا المسافات، نحسب كل ده كده، جميل. فعندي انا هنا مجموع الاطوال كله كام؟ 449. نفس الكلام هنا الازموس، ممكن اقول له ان راح يساوي ده الاخير، ده الازموس الاخير ناقص الازموس الاولاني، تمام. اه يبقى انا عندي خطا 0.013 بلا بلا بلا، ده ايه في الخطا اللي طالع في الازموس عندي. طيب بس برضه مش هو ده القضيه بالنسبه لي، انا هبتدي الخطا ان انا بكرره من الزوايا مش من الازموس، بس انا حسبت الازموس ده كوسيله ان انا احسب منها الزاويه بعد كده. طيب يبقى كده شفنا الطريقه دي، حسبنا الازمه، حسبنا بالطريقه دي وبطريقه الفورمولا دي، وبالطريقه الثانيه اللي هي الخاصه بالاكسل اللي هي اي تان 2 او اي تان بس، وانت شفت الطريقتين وابتدي حل اللي انت عايزه، تمام. طيب خلاص الازمه كده، نعمل ديليت نشوف الخطوه اللي بعدها. يبقى احنا كده حسبنا الفورورد ازمه. طيب بعدين الخطوه اللي بعدها نبتدي نحسب الباكورد ازمه، تمام. هنسمي ده الاف ازمه اللي هو الانحراف الامامي، تمام. بعدين ديت هنسميها الانحراف الخلفي، تمام. طب المعادله بتاعت الانحراف الخلفي اهي، انا جبتها لك هنا برضو. راجع المحاضرات اللي فاتت اللي هي خاصه بالكلام دوت، هتلاقي فيها حتى الصوره دي انا اخدها من المحاضره اهي، اللي هي فهمتني يعني ايه انحراف امامي. انا لما يبقى عندي الدرع دوت، ده كده اسمه انحراف امامي، تمام، اللي هي الزاويه ديت من اتجاه الشمال للدرع. بعدين الانحراف الخلفي هو الانحراف المعاكس ليه على طول، تمام. طيب الانحراف هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي الانحراف الخلفي بيساوي ايه؟ بيساوي الانحراف الامامي زائد 180، ده في حاله ان الانحراف الامامي بتاعي اكبر من 180. طب لو عندي يعني مثلا زي في الحاله دي اللي هي 301، يبقى كده الانحراف الخلفي هنا هيساوي الانحراف ده زائد سوري لا في حاله ان الانحراف هنا اقل من 180 هزود على 180 زائد 55، يبقى هقول 55 زائد 180 هيطلع لي هنا الانحراف الخلفي. طب في حاله ان الانحراف الامامي اكبر من 180 زائد 301، يبقى كده هيبقى ايه؟ هيبقى الانحراف الامامي بتاعي ناقص 180، تمام. طب هنكتبها ازاي في الاكسل؟ بسيطه جدا، هقول له هيساوي اف، اقوم جاي فاتح كوس، تمام. هقول له لو ده الخليه ديت اكبر من 180، تمام، اعمل ايه؟ خد لي دوت، تمام، ناقص 180، بعدين اعمل كوما. طب لو ما حصلش يعني معنى كده ان هي اقل من 180، خد لي ده ناقص 180، بعدين اقفل القوس بتاعي كده. هو هيعمل ايه؟ بص كده على المعادله دي تاني، معادله بسيطه ولذيذه جدا. بقول له اف يعني لو في حاله ان الاف 31 اللي هي الخليه ديت الانحراف دوت، تمام، اكبر من 180، فخد لي الانحراف ده شيل منه 180. طب لو ما حصلش اللي بعده بقى، تمام، يعني نختار هنا ده الشرط، بعدين ده الشرط الاولاني، بعدين ده الشرط لو ما اتحققش، يعني لو هي مش اقل من 180 يبقى اطرح لي منه 180، اقول له انتر، يبقى هو ده الانحراف الخلفي بتاعنا للنقطه دي. زود البرسايز بتاعي ده شويه، تمام. بعدين نقر على كل الدور. لا هنا طلع بالماينس، ما ينفعش يطلع الماينس هنا في حاجه، يعني ده المفروض تطلع كام؟ دي هتقول له هيساوي ده زائد 180، اه يعني دي المفروض تطلع 235،
يبقى انا ودي بالماينس، لا يبقى انا كده الفورمولا انا ما طبقتهاش بشكل صحيح. طيب نيجي تاني اقول له اف تمام الانحراف دوت. طب الاولى ديت الاولى دي 121 صح. طب اللي تحت دي ما اتطبقتش عليها بشكل صحيح، هنعيدها تاني ونشوف المشكله جايه منين. تمام طيب الفورمولا بتاعتي بتقول له ايه؟ بقول له اف ده اكبر من 100 من 180 خد لي 31 ناقص 180. اه شايف هنا برضه يعني برضه ما حطيتش ناقص، عملتها ناقص برضه تبقى زائد. مش هو لما جه طبقها في الحاله الثانيه اللي اقل من 180 لقاها ناقص، فدي كنا غلطانين فيها نعملها زائد. تمام نبدا نسحب تاني. اه شايف هنا الكلام ده ايه صحيح. تمام بص كده على الفورمولا تاني، ان انا هنا في الحاله ديت برضه كنت عاملها ماينس، فهو جه برضه صرح من 180 تاني، لا انا قلت له في الحاله الثانيه زود على 180 فكده ايه طبق لي الفورمولا بتاعتي بشكل صحيح. تمام طيب يبقى انا كده حسبت انحراف الخلفي للداله. بعد ما احسب الانحراف الخلفي ان انا في المرحله ديت خلاص، بعديها هبتدي احسب الزوايا الداخليه، ان انا احسب الزاويه الداخليه اللي هي ما بين الدرجات. الزاويه الداخليه هحسبها ازاي؟ خلاص الانحراف الخلفي مش عايزه، اعمل له ديليت من خلال الصوره دي وجايب لك انا الفورمولا بتاعتها. طيب من خلال الصوره ديت شايف انت الصوره دي بتقول لك ايه؟ ان انت عندك لما عندك ضلع اهو وضلع اهو تمام؟ عايز تحسب الزاويه اللي ما بينهم اللي هي مثلا وليكن اللي هي التي ار في 1 اللي هي البنش مارك 1. طب انا عايز احسب الزاويه دي. طب انا عندي انحرافات اهي، انحرافات الاضلاع ديت، انحراف الضلع ده وانحراف الضلع ده تمام؟ فازاي ان انا احسب الزاويه من الانحرافات الاماميه والخلفيه للضلعين دول؟ يعني كل ضلع من دول انا عندي ليه انحرافاته الاماميه وانحرافاته الخلفيه، ازاي انا اجيب الزوايا بتاعتي الداخليه؟ اقول له مثلا هنا اتش انجل ممكن نكتب انا ازموس عشان ما نتلخبطش، بس انا عندي يعني مساحه ما فيش داعي ان انا اختصر. تمام طيب الاتش انجل بتساوي ايه؟ اه هنا بقى بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عندك على حسب الترافيرس بتاعك تمام ماشي ازاي. لو في حسب لو الترافيرس بتاعك ماشي كلوك وايز يعني ماشي مع عقارب الساعه، يعني في الحاله اللي احنا فيها ديت شايف ان انا ماشي اهو كده كده، يعني شايف انا ماشي من 130 ل 1 ل 2 ل 3 ل 4 130، انا كده ماشي في اتجاه عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه. يعني انا مشيت من 130 ل 4 ل 3 ل 2 ل 1 يبقى انا كده ماشي عكس عقارب الساعه. تمام لا انا في حاله الترافيرس بتاعي ماشي مع عقارب الساعه، يبقى انا هاخد ايه الحاله الاولى. تمام هنا في الحاله ازاي احسب الزوايا من الانحراف الامامي والانحراف الخلفي في حاله ان هو مع عقارب الساعه، وهنا في حاله ان هو كونتر كلوك وايز ان هو عكس عقارب الساعه. خلينا في الحاله الاولى اللي هو الترافيرس ماشي مع عقارب الساعه. لو انت عندك عكس عقارب الساعه طبق ايه المعادله الثانيه. تمام طيب هنا بيقول لي الانجل هتساوي بيقول لك طب وهو في اتجاه عقارب الساعه عندك حالتين. الحاله الاولى لو الازموس الانحراف الامامي اكبر من الانحراف الخلفي، والحاله الثانيه لو الانحراف الامامي اقل من الانحراف الخلفي. ده الانحراف الامامي وده الانحراف الخلفي. يعني في الحاله ديت الاولى انا شايف الانحراف الامامي هو اكبر من الانحراف الخلفي، طب الحاله الثانيه الانحراف الامامي اقل من الانحراف الخلفي. يبقى انا في الحاله الاولى هطبق ديت، في الحاله الثانيه هطبق دي، الاثنين احطهم في فورموله واحده، والاكسل اللي هو هيبتدي قبل ما اطبق المعادله بقاعده اف، قاعده لذيذه جدا وقاعده ذكيه جدا، يبتدي هو قبل ما يطبق معادله يبتدي يشوف الاول الشرط اللي انا بديه له وبعدين يطبق الشرط الثاني. طيب نطبقها ازاي؟ بص بقى بيقول لك طب في حاله ان الانحراف الامامي اكبر من الانحراف الخلفي هيبقى الزاويه بتساوي ايه؟ ببساطه جدا الانحراف الامامي ناقص الانحراف الخلفي بس كده. طيب في حاله العكس يبقى الانحراف الامامي ناقص الانحراف الخلفي زود عليهم 100 360 بس كده بس كده. تمام طيب يبقى انا هزودها ازاي؟ هقول ببساطه جدا هقول له هتساوي تمام هقول له اف جه فاتح قوس تمام هقول له لو ده اكبر من ده تمام اعمل ايه؟ ببساطة جدا خد لي ده ناقص ده. بسيطة بسيطة جدا. طب لو ما حصلش لو ما حصلش يعني ايه؟ يعني حصل العكس تمام خد لي دوت برضه بس افتح لي كوست تاني خد لي ده ناقص ده بس زود عليهم 360 ليه؟ عشان الناتج هيطلع بالماينس واقفل الكوست وكده مفيش أي مشكلة بالنسبة لك. هنا سوري الانحراف الامامي للضلع اللي بعده انا نسيت اكتبها هنا في نسيت اكتبها هنا في الفورموله تمام ان انت هنا الانحراف الامامي للانحراف الخلفي للضلع اللي بعده مش لنفس الضلع، لا
هو نفس الضلع هيدفع ناتج 180، لان ده ناقص ده 180، دي ما فيهاش كلام، تمام؟ لكن لا، الضلع اللي بعده يعني 301 مع الانحراف الخلفي بتاع الضلع اللي بعده، يعني مثلا شايف الانحراف الامامي 301 اللي هو بتاع الضلع الاولاني اللي هو من 130 ل 1. طب الانحراف الخلفي بقى اللي هو بتاع 1 و2 اللي هو يبقى هو اللي بعده. يبقى انا هنا هنعدل بس الفورمولا، تمام؟ الانحراف الخلفي بتاع الضلع اللي بعده، بس ان انا هعملها كده، اوكي؟ الانحراف الخلفي بتاع الضلع اللي بعده هنا نفس الكلام بتاع الضلع اللي بعده، نقول له اوكي. ايوه هي دي الزاويه 66 اللي هي الزاويه الاولى اللي هي الزاويه 1 اللي هي الزاويه دي، تمام؟ الكلام ده كله هكرره، تمام؟ اللي هي 301 اللي هي الزاويه بقى الاخيره اللي هي دي، تمام؟ يبقى انا عندي ال 130 الزاوية 66 اللي هي 1 بعدين 2، يبقى انا عندي كام زاوية؟ 1 2 3 4 5 اه 140، مش 301 دي مش موجودة، تمام؟ يبقى انا 66 اللي هي 1 بعدين 939 اللي هي 2 بعدين 134 اللي هي 3 بعدين 59 اللي هي 4 بعدين 140 اللي هي الزاوية الكبيرة ديت اللي هي 1 التانية، تمام؟ بعدين بقى ان انا اعمل ايه؟ اجمع الزوايا ديت مجموعها كام؟ انتر. الزوايا دي مجموعها 539 درجة كلهم، تمام؟ طيب يبقى أنا كده حسبت الزوايا بتاعتي بالفورمولا دي، تمام؟ طب لو أنت بقى الترابيز بتاعك عكس عقارب الساعة، يبقى أنا هنطبق إيه المعادلة ديت؟ 360 ناقص ده ناقص ده، والأزموس ناقص ده، الانحراف الأمامي ناقص الانحراف الخلفي، تمام؟ طب نعمل ديليت، حسبت أنا الزوايا بتاعتي، وقفت هنا. تمام خلاص. يبقى انا طبعا لو انا عندي بقى الزوايا جايه لي والمسافات دي ودي، خلاص انا مش هحسب بقى، يبقى انا هريح نفسي من كل الحسابات ديت واخش على طول على هنا. يقول لي بقى هنا احسب ايه الميس كلوجر اللي هو خاصه بالانجيولر. يبقى انا عايز اعرف انا عندي خطا في الزوايا ولا لا. ان انا عشان اعرف عندي خطا في الزوايا ولا لا، دي قلناها ان انا حطيتها انا هنا، ايوه اهي، تمام. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انت عشان تعرف ان انت عندك خطأ في الزوايا ولا لا، تمام، لازم تشوف مجموع الزوايا الداخليه بتاعه المضلع بتاعك ده. انا عندي ده مضلع، تمام، المفروض اعرف هندسيا المفروض عدد زواياه يساوي كام، تمام، بعدين اقارن بعدد الزوايا اللي هو طالع لي من الارصاد بتاعتي، بعدين عشان اعرف الخطأ هنا عندي قد ايه. طيب بيقول لك انت عشان تعرف الانتيريور انجلز لاي شكل، اي شكل هندسي، عشان تعرف الزوايا الداخليه بتاعته المفروض مجموعها يبقى كام، يعني مثلا عندي مثلث مجموع زوايا 180 درجه، خلاص في اي شكل هندسي مقفول عدد زواياه معروفه هندسيا، تمام، المفروض تطلع كام. فبيقول لك هتساوي، بيقول لك عدد الزوايا ناقص 2 في 180، يعني هقول له هيتساوي اللي هي المفروض العدد مجموع الزوايا الهندسي المفروض الشكل ده يبقى بيساوي هيساوي، هفتح قوس، تمام، بيقول لي عدد الزوايا، عدد الزوايا عندي كام؟ واحد هنا، خلينا مش شكل، واحد 2 3 4 5، يبقى 5 ناقص 2، اقفل القوس، في 180، انتر. عدد الزوايا بتاعتي المفروض يطلع كام؟ 540 بالظبط. انا طالع لي كام؟ 39، 539 مكسر. طب يبقى انا عندي خطا قد ايه؟ هقول له ده ناقص ده، يبقى انا عندي هنا بس بالدرجات، ها، يبقى انا عندي هنا 0 بوينت. على فكره شايف نفس الخطا اللي طالع في الازموس، هو شايف ان احنا كبرنا ده كده، تمام، هو يبقى هو نفس الخطا اللي طالع. طب هنا بيجي لك سؤال يقول لك طب ما انا خلاص اعرفها من الازموس، وخاصه ان انا لسه هحسب الازموس المصحح، بس انا هقول لك مش هينفع ليه تحسبها من الازموس بعد لما نحسب من الزوايا بعدين نحسب الازموس المصحح، هقول لك انت ليه مش هتعرف تحسبها من الازموس، تمام؟ يعني انت لو نفس الخطا اللي طلع لك من الزاويه، يقول لك طب انا ليه حسبت الزاويه، خلاص انا هاخدها من الازموس على طول وصحح الانحرافات على طول. بطريقتها متكعبله شويه، انت اسهل لك ان انت تصححها من الزوايا، وزي ما هنشوف دلوقتي. وعشان حاجه ثانيه برضو، عشان برضو اقيم الترافيرس بتاعي بشكل افضل، لما نيجي نتكلم عن الازموس هتبان لك الامور دي، تمام؟ طيب بس دي خلي بالك دي ديجري، يعني دي اللي طالعه دي درجات، تمام؟ انا وصلنا لحد هنا، تمام، اللي هي المرحله دي الانجولار ميس كلوجر. انا عندي الخطا الزاوي طالع لي كام؟ طالع لي ماينس 0.01333975 ديجري في خطا في الزاويه. طب انا عايز اعرف الخطا دوت هل هو مقبول ولا غير مقبول، تمام؟ طب انا عشان اعرف هل هو مقبول ولا غير مقبول يبقى لازم ان انا اشوف المواصفات بتاعتي ايه. خلاص انا هحذف ديت، تمام،
طيب انا عشان اشوف المقبول او غير المقبول ان انا في المرحله بتاعت الليت تشيكنج تمام هعمل ايه؟ هون عندي الفورمولا بتاعت الاو بول ميس كلوجر تمام. اتمنى تكون الفكره اللي انا عاملها ديت مبسطه وموضحه الامور اللي هو الورك فلو احنا ماشيين معاه، والفورمولا بجيبها لك كصور ونبتدي نطبق الكلام ده كمعادلات وابتدي تطلع لنا نتائج. يعني اتمنى تكون الفكره ديت واضحه والامور ماشيه بشكل جيد تمام. طيب فهنا بيقول لك ايه بقى الانجل اللو، طبعا الكلام المعادله دي كلها احنا اتكلمنا عليها في المحاضرات اللي فاتت تقدر ترجع لها، بس انا برضو حبيت احضرها معايا في حاجات مفصله بحيث برضو ايه يبقى هنا وهنا، فانت المحاضره الاخيره دي ممكن تغنيك يعني بشكل كبير عن ان انت تراجع اي حاجه تاني. طيب فهنا بيقول لك كلاس A، لو انت هتقارن بكلاس A كلاس سوري هنفوت كلاس A B C، انا اتلخبطت وعملتها كله A تمام. كلاس A هتبقى 1.7 في جذر عدد الزوايا بتاعت المضلع هيدي لك الخطأ المسموح بيه كام تمام. لو انت كلاس B يبقى 3 المعامل 3، لو انت كلاس C هيبقى المعامل 10. وهنا بيقول لك خلي بالك الريزلتس والسكند يعني هتطلع النتائج بالثواني. طيب يبقى انا هعمل هنا ايه؟ اقول هنا الالاو خلاص الالاوبل تمام انجيولر تمام. طيب هقول له هنا ايه بقى؟ بص هناخد كلاس سي وليكن تمام، هقول له مثلا هتساوي فهنا بيقول لي 10 في جذر عدد الزوايا جذر سكور تمام. عدد الزوايا عندي كام؟ 5 اوكي 5 تمام. وقف القوس وقول له انتر. طيب هنا ده سوري ده بالثواني يعني 22 سكند ها 22 سكند دي عشان هو قال لي خلي بالك النتائج هتطلع بالثواني. طب عشان احولها لديجري يبقى هقسمها على 3600 يبقى هتساوي ده على 3600 تمام. يبقى انا المفروض يبقى عندي 0.06 طبعا بلس او ماينس ها يعني انا لما اجي اقارنها دي لا انا عندي هنا ان انا عندي مسموح بس ب 6.006 بس انا هطلع 0.01 هنطلع اكتر يعني حتى كمان ما تبقاش الاوبل مع كلاس سي تمام. طب في الفرمولة دي لو انت عايز تطلعها ديجريز على طول في نفس الفرمولة دي تمام، يعني انت خد كده حط كل ده كده كله في كوس تمام وخلي الناتج يطلع مقسوم على 3600 وشايف هتطلع لك هي على طول هنا بالديجريز تمام. يبقى دي كده الاوبل اللي هو متاح معايا. يبقى انا حتى كلاس سي برضه مش متاح، المفروض ان انا عند المرحلة ديت لما انا اوصل تمام ان انا احس ان ديت يعني مثلا لما اجي هنا اقول له قارن بقى هقول له مثلا هتساوي ده تمام، المفروض ما يطلعليش بالماينس، المفروض يبقى هو اكبر ناقص ده، بس ده عشان هو بالماينس فانا مش عايز الغي الاشاره هعملها اي بي اس اي بي اس اللي هي ابسوليت فاليوز يعني هو هيديني ايه هيطرح لي ده النتيجه بدون اشاره تمام. يبقى انا عندي هنا ماينس، ادام النتيجه انا طلعت لي الماينس يبقى انا كده ما ينفعش، يبقى انا من الماينس يبقى انا الناتج اللي طالع لي اكبر من المسموح به يبقى ده كده غير مقبول، المفروض ان انا خلاص اجي عندنا واقف ستوب تمام وما صححش وابتدي ارسل الداتا بتاعتي تاني يتعاد رصدها تمام. طيب احنا هنغض يعني هنغض النظر عن الكلام دوت وهنعتبرها ان هي الاول وهنبتدي نكمل بس البروجرس بتاعنا على اساس ان احنا بس ايه بنشرح يعني مش اكتر ان احنا بس عشان نفهم الموضوع ماشي ازاي تمام. خلاص يبقى احنا هنا حسبنا في الخطوه ديت اللي هي اللي تشيك ميس كلوجر حسبنا فيها اللاو انجل المفروض تبقى قد ايه بالفرمولة بتاعتنا على حسب الكلاس بتاعك او على حسب المواصفات بتاعتك تمام. اقول له هنا ديت تمام، يعني مثلا لو انا بستلم الترافيرس دوت وجات لي الداتا بتاعتي في سقطت في الانجيولر اللي هي الزاوي في الميس كلوجر انجيولر اللي هو خطا الزاوي، طبعا انا هاخد الداتا واقول له لا الداتا اللي لازم تتعاد رصدها عشان الخطا اللي هيطلع ده المفروض ما يحصلش، يبقى كده في خطا ما حصل في السايت تاني، ممكن كان الافقيه ما كانتش مظبوطه بتاعت جهاز التسامح ما كانش جاي بشكل جيد، اللي هو في البريزم ما كانش مظبوط، في حاجات تانيه ما دخلتش في الراندوم ايرورز المفروض ان احنا بنصححها، لا الموضوع يعني ايه تجاوز عن كده تمام. طيب خلاص مش هنقف بقى لحد المرحله دي وهنكمل البروسيجر بتاعنا هنعتبر ان هي لا تمام. طيب
طب الاول قال لي خلاص، قال لي يبقى ابتدي صحح الزوايا بتاعتك بناء على من الايكوال او البرسنتج او اللينس، تمام. وليكن مثلا ناخد الايكوال، ان احنا نصحح طريقه الايكوال اللي هو التسعير، تمام. ان انا عايز اعرف بقى مقدار التصحيح كل زاويه هتاخد كام من خلال الايكوال ديستريبيوشن، هناخد المقدار دوت نوزعه على الزوايا. يعني مثلا هيبقى الكوركشنز هنا هيساوي كام؟ يعني مثلا لو انا هنا جيت كتبت الكوركشن، الانجل كوركشن، يعني كل زاويه هتاخد كام؟ هاخد الخطا اللي طالع اللي هو دوت، تمام، هقسمه على عدد الزوايا 5. جميل، يبقى انا عندي كده كل زاويه هتاخد 0.002 6795، ده كل زاويه هتاخد المقدار دوت. يبقى انا ممكن اكتب هنا adjust angle، يبقى هنا تصحيح الزوايا هقول له هتساوي دي اوكي ناقص دي انتر. انا بحطها ناقص، ليه بحطها ناقص؟ بحطها زائد عشان هي لو الاشاره بتاعتها ماينس يبقى اوريدي هيطرح. لو الاشاره بتاعتها سوري لو الاشاره بتاعتها ماينس هيجمعها، عشان يعني ايه ماينس؟ طب انا عايزك برضه تفهم الخطا اللي طالع ماينس يعني، وبرضه انت مديك تحصل الخطا. خلي بالك ان هنا انا مركزش فيها بس عايزك تخرج منها، ان انا طرحت اللي طالع من الاساسي من الهندسي، تمام، مش العكس. ليه؟ عشان الاشاره تطلع لي اشاره تدل فعلا هل انا محتاج ازود ولا محتاج انقص، تمام. يعني انت عندك هنا 539 المفروض تبقى 540، يبقى انا كده عندي الزوايا ناقص عايزه تزيد، تمام. عشان كده طلعت لي ماينس، يبقى من الماينس افهم منها ان هي ناقصه، تمام، الزوايا بتاعتي ناقصه. فلما هي طلع لي الكوركشن ايرور طلع لي برده بالماينس، فحاجه ان انا هنا اقول له ناقص، تمام، ناقص. لو لقى الاشاره موجب يبقى هينقص فعلا، لو لقى الاشاره زائد يبقى هيزود، تمام. جه قارب كده على كله، تمام، جمع. طب عايز اتاكد ان الكلام ده صح ولا لا، اعمل ايه؟ مجموع، اوكي، اه شايف ما صححش، تمام. يبقى معنى كده لا، ما قفلتش نفس ما قفلتش نفس الرقم، يبقى انا عندي حاجه في الفورمولا. ايه اللي عندي في الفورمولا؟ ما عنديش اي حاجه خالص، بس خلي بالك ان انا شايف ان انا لما كررت، تمام، اخد ديت، او شايف اخد لي دي ناقص دي. طب شايف اللي بعدها عمل ايه؟ اخد دي ناقص الفاضيه، ما اخدش دي تاني، عشان هو لما انت بتكرر بياخد التتابع اللي هنا والتتابع اللي تحت. عشان تهرب من الحته دي فتعالى هنا اقف على دي واختار الخليه اللي هي ديت، تمام، واضغط عليها F4. F4 هيعمل لك عليها لوك كده اللي هي علامه الاس دولار، يعني معنى كده لما هيكرر هيفضل محتفظ بنفس السيلز دي، مش هينزل التتابع معاها. فشايف انا لما اجي اكرر كده دول، تمام، اكرر الثانيه، شايف اخدها هي ما خدش اللي بعدها. طب شايف لما اجي اكرر على الثالثه، كل دي طبعا فنيات في الاكسل، يعني انت لو كويس في الاكسل الكلام ده كله هتفهمه بشكل جيد، شايف نفس الكلام. فضل محافظ لي بدا يسلسل من هنا، لكن عامل لي لوك على ده، هي دي فكرتها. فانا هحاول اسلسل على كله، شايف طلعت لي 540 اكزاكتلي، يعني معنى كده ان انا التصحيح بتاعي مظبوط، تمام. خلاص يبقى الادجستمنت انجلز بعد التصحيح، تمام، ده كده التصحيح بتاعي كده بشكل جيد. طيب تعالى بقى احنا نعرف ان المسك المقدار الخطا بتاعي كام، تمام، احنا عرفناه من هنا من الشكل الهندسي للترافيرس، تمام، لما حسبناه بعدين وزعنا ايه الخطا بتاعي. طيب الحاجه الثانيه بقى ان انا عايزك تاخد بالك منها، اللي هو نحسب بقى الخطوه اللي بعدها ايه، نحسب الادجاست ازموس اللي هو الازموس الصحيح، تمام. طب هنحسبه منين؟ هنحسبه من الزوايا بتاعتي. في نقطة مهمة أنا عايزك تخلي بالك منها، نفس السؤال اللي أنا سألته لك، أنت قلت لي مثلا مقدار الخطأ طلع هنا، تمام، نفسه اللي طلع لي هنا، طب أنا ليه حسبت الباك أزموس وحسبت الأنجلز وبعدين حسبت الجاست أنجل؟ طب أنا صحح الجامعة على طول، جميل. أنت من الأزموس ممكن تعرف الخطأ كام، زي ما طلعنا اللي هو الأزموس الأخير، تمام، لما أجي أطبقه على الأزموس الأولاني لازم يطلع لي هو هو، لكن مش هتعرف توزع الخطأ عليه، تمام، مش هتعرف توزعه بالتساوي. يعني مثلا لما تيجي انت طرق توزيع الادجستمنت انجلز الايكوال او البرسنتج او اللينس ويتد ما تقدرش تطبقها على الازموس. يعني انت تعالى جرب كده، لو انت بعد لما نحسب الادجستمنت ازموس هنا، تمام، بعد ما نحسبها من الانجلز الصحيحه، تعالى بقى طبق ان نفس القيمه ديت وزعها على الازموس، مش هتطلع لك هي، مش هتطلع مظبوطه. طب تعالى نجرب، تعالى نجرب، هقول له مثلا عندي هنا كل زاويه، تمام، كل زاويه من دي اخذت مقدار تصحيح دوت، تمام، نفس الكلام ده. طب هطبقه على الازموس، هقول له هيتساوي ده، تمام، ناقص الزاويه دي، واعمل عليها اس دولار، اقفلها واقول له انتر، تمام. يبقى ده الانحراف الاول،
شايف هنا المطبق هو طلع هو يعني شايف طلع ايه 81 هو ايه كي زود لي عليه، بس هل الاولاني طلع زي الاخير؟ لا ما طلعش زي الاخير، فاهم؟ برضو الاولاني برضو ما زال في خطا، يعني شايف لما جاي اقول له ده هيتساوي ده ناقص ده تمام برضو طلع لي في خطا، تمام تقريبا خطا هو يعني اللي انا ما عملتش حاجه، انا كل الحركات زودت عليها نفس القيمه وما عملتش اي حاجه معايا، تمام فطلع لي الخطا هو فده مش بالبرسنتج هتطلع نفس الكلام، تمام؟ عشان طرق التصحيح هي مصممه للزوايا الداخليه نفسها، هي المتحكمه في الانحرافات، تمام؟ طيب لما نيجي بقى نحسب الادجستد ازموس، بعد ما نحسب الادجستد ازموس من الادجستد انجل، تمام؟ وتيجي تحسب الانحرافات في الناحيه، تطلع لك الانحراف الاولاني زي الانحراف الاخير اكزاكتلي بدون اي مشاكل، تمام؟ طيب تعالى بقى نشوف ازاي نحسب الانحرافات من الزوايا. هنقول له هنا مثلا ده الادجستد، ده الادجست ازموس، الانحراف الصحيح، تمام؟ هنحسبه ازاي الانحراف الصحيح في الفرمولة بتاعت الازموس، خدها معانا فوق. انا على فكره اتعمدت اعملها في صور كده بحيث واحنا بنكتب الفرمولة يبقى قدامنا الفرمولة المانيوال، نشوف هنا وهنا ونفهم الامور بشكل جيد، تمام؟ طب بيقول لي بقى لو انت عايز تحسب الازموس من الانجل، بيقول لي احسبها بالفرمولة دي. عندك حالتين، يا اما عندك الانحراف الخلفي بتاع ايه، الانحراف الخلفي بتاع الازموس الصحيح، مش الانحراف الخلفي القديم، الانحراف الخلفي القديم ده خلاص بقى انساه، هنحسب ده منه الزاويه، لكن لا هنعمل احنا هنا طب انحراف خلفي تاني، هنقول ده الادجستد اف ازموس، تمام، وهقول له ده الانحراف البي ازموس، تمام. طيب في برضه قاعده تانية مهمه، انا عايز اقول لك ان الانحراف الاولاني بتاع اول ضلع ده الثابت ده مش بيتصحح، ليه؟ عشان هو ده انت بدات من هنا ووجهت على اول نقطه، ده ما فيهوش اي تغيير، الانحراف الاول بتاع اول ضلع، ليه؟ عشان هو ليه طب الانحراف الاول عشان اول ضلع؟ عشان هو جاي من الانحراف الاساسي، الانحراف الثاني اللي هو الانحراف بتاع من الستيشن للباك سايد، تمام، الزاويه منها خلاص دي مش مرتبطه على حاجه عشان تبتدي تتصحح، دي اول زاويه انت بدات منها ستارت، يعني انت اول زاويه يعتبر اخدتها ايه؟ انت لو وقفت على 130 ووجهت على 98 بعدين وجهت على 101، انت ايه اول زاويه ستارت بالنسبه لك اللي هي الزاويه دي الخارجيه دي، فهي دي الاساسيه بالنسبه لك، مفيش حاجه متراكمه عليها عشان يحصل فيها خطا، تمام. فبالتالي ان اول ادجستمنت بتساوي اول انحراف زي ما هو، يعني هتقول له ده هتساوي ده خلاص ده كده انتهي، تمام. طيب الازموس بتاعه هتساويه، هناخد نفس الفورموله ديت، هناخدها كده كوبي، تمام، عشان نحسب الانحراف الخلفي بتاعه، بس هنغير دي هتبقى جي عشان تديني نفس السيلز دي، تمام، يبقى ده الانحراف الخلفي بتاعه. بص بقى يقول لك ايه، لو الانحراف الخلفي تمام دوت اكبر من الزاويه، الانحراف الخلفي ده اكبر من الزاويه طبق دي، لو الانحراف الخلفي ده اقل من الزاويه، الزاويه ايه؟ الزاويه الادجستد، احنا نسينا الالوان، نبتدي طب نرجع الالوان تاني، احنا خلينا نرجع هنا الادجستد نخليها هاتها كده ازرق، تمام، نخلي دي كمان ازرق عشان دول انا عايز اقارنهم ببعض. لو انا عايز الادجستد لو انا عندي الادجستد باكورد ازموس اقل من الانجل طبق لي ديت، ولو عندي العكس طبق لي دي. طب هقول له ايه؟ هطبقها له هنا في فورمولا جميله جدا، فالانحراف ده هتساوي ايه؟ هقول له هنا هيساوي، تمام، هقول له اف جه فاتح القوس، تمام، هقول له بقى ايه لو ده تمام اقل من الزاويه اللي هي ديت، نتكلم في الادجستمنت بقى دول خلاص، تمام، نفذ ايه؟ نفذ ان الانحراف الامامي بتاعك تمام هيبقى ايه؟ هيبقى عباره عن الانحراف الخلفي ده، تمام، زائد نفتح قوس 360 ناقص الزاويه، نقفل القوس زي ما مكتوب هنا بالظبط اهي خلاص، تمام. او انا قلت له في هنا في حاله ان الانحراف الخلفي ده اقل من الزاويه طبق لي ديت، ده الانحراف الخلفي زي ما هو زائد 360 ناقص الزاويه. طب لو ما كانش يبقى هنعمل كوما عشان يطبق لي. طب الحاله الثانيه لو ما كانش اعمل لي ايه؟ طب خد لي ده، تمام،
ناقص الزاوية. خلاص هيدي لك الحرف الأمامي على طول لأنه صح. أقول له إف إنتر. أيوه شايف قال لك إيه الحرف ده تمام 55. ده شايف ده التصحيح بتاعه تمام. طيب وجانا ده هسيب له الانحراف الخلفي بتاعه، هنزل بقى معاه تاني. ده الانحراف الأمامي الجديد، الانحراف الخلفي بتاعه إيه؟ أهو دوت. ليه؟ لازم أحسب الانحراف الخلفي الأول عشان لما يجي أطبق لي دي يقارن دي بدي، طلع لي 96 تمام؟ جاي ياخد الانحراف الخلفي يحسبه. ده الانحراف الخلفي بتاعه 67. نفس الفرمولة اللي أنا كتبتها في الأول هو بيطبقها تاني. فده هكرر أداء ال 142 تمام؟ جايب الانحراف الخلفي بتاعه. طيب الانحراف اللي بعده اللي هو ال 62، ده هو ال 62 67 ده الانحراف الامامي الصحيح، جايبه من الزاويه الصحيحه، جايب الانحراف الخلفي بتاعه تمام. الانحراف الاخير بقى لازم يطلع لي زي الاول، لما طلع لي زي الاول يبقى انا كده في حاجه غلط. شايف احسبه شايف اكزاكتلي بالظبط الانحراف ده هو ده بالظبط تمام. جينا احنا نحسب الانحراف الخلفي بتاعه، يبقى انا هنا لما اجي اقول له يساوي الانحراف الاخير ناقص الانحراف الاول انت صفر، يبقى انا كده صححت الزوايا بتاعتي وحسبت الانحرافات صحيحه 100% تمام. يبقى انا كده لما اجي احسب المركبات بتاعتي الافقيه والراسيه ويطلع لي فيها خطا، عشان هي المركبات بتتحسب منين؟ بتتحسب من الانحراف وبتتحسب من المسافات تمام. انا كده عندي الادجستد ازموس اللي انا هحسب منها المركبات بتاعتي، عندي الادجستد الازموس كلها بيرفكت 100%، فلو طلع لي اي خطا في المركبات يبقى الخطا ده في المسافات مش في الزوايا. فده كده انا عرفت الخطا بتاع المسافات هعرفه منين؟ هعرفه من المركب. طيب اوكي حسبنا الازموس خلاص، نعمل دي ديليت تمام. نشوف بقى احنا واقفين فين هنا في الورك فلو عندنا. خلاص يعني حسبنا ادجستد انجلز وبعدين حسبنا الكوربريت ادجستد ازموس تمام. خلاص ننزل بقى للخطوه اللي بعدها اللي هي الكوربريت الديبولات اللي هي الديبكتشر واللاتيتيود او المركبات الافقيه والراسيه. المركبات الافقيه والراسيه للضلع دي عباره عن ايه؟ يعني كل ضلع هنحسب له حاجه اسمها لات وحاجه اسمها تمبريتشر. يعني انا لو عندي الضلع دوت وليكن مثلا الضلع اللي هو جي سي اس 130 دي بنش مارك 1 تمام. الضلع ده عباره عن نقطتين، كل نقطه اكس وواي. المركبه الراسيه بتاعته عباره عن النورس بتاع النقطه دي ناقص النورس بتاع النقطه دي، يعني النورس بتاع الطرفين النقطتين دول. طيب المركبه الافقيه اللي هي ما بين الاكس ما بين النقطه دي والنقطه دي، المركبه الرئيسيه اللي هي الان ما بين النقطه دي والنقطه دي تمام. دي يعني دي اسمها مركبه الضلع. ومركبه الضلع دوت ان انا عشان اعرف ان في خطا في الزوايا في المسافات ولا لا، هبتدي احسب كل مركبات الاضلاع لحد لما اقفل على النقطه الثانيه تاني. فلو المركبات كلها قفلت مع بعض طلع الناتج زيرو، يعني كده ما عنديش اي مشاكل. طلعت لي في لا في خطا كتير، يبقى الخطا ده في المسافه. ليه؟ عشان الانحراف اللي هو محسوب منه تمام، انحراف بشكل صحيح. طيب تعال نشوف هنا بتتحسب ازاي المركبات، بعدين هنفهم الامور واحده واحده. هنا تمام بص يقول لك الدلتا ان بتاعت المركبه، يعني الدلتا ان بتاعت الضلع تمام، هتساوي ايه؟ هتساوي الديست في كوزاين الازموس، الازموس الصحيح، عشان كده انا حسبت الازموس الاول تمام. يعني مفيش حاجه اسمها مثلا انت تحسب الزوايا لا الزوايا بعدين المسافات، لا انت بتحسب الزوايا وتصححها بعدين تحسب المسافات، عشان بعد ما تصحح الزوايا والاخطاء اللي بتطلع تعرف اوتوماتيك ان الاخطاء دي منين؟ من المسافات تمام. طيب فهعمل انا هنا الدلتا ان اكتبها ازاي؟ ممكن اجيب هنا دلتا كلوز، اقول مثلا هنا الدلتا ان اللي هي اللات. فهمنا كده اللات اللي هي عباره عن فرق النورس للضلع، يعني فرق النقطه دي من نقطه 130 ونقطه 1، فرق النورس ما بين 131 ما بين 130 و1، فرق النورس. فرق النورس ده اللي هو اللات بتاعها. دي هتجيبه ازاي فرق النورس؟ قال لك هتجيبه المعادله دي فيثاغورس على فكره عليها خالص. انت لو عملت مثلث كده وهمي تمام نازل كده كده، يبقى فرق النورس اللي هو الضلع دوت بيساوي فيثاغورس اللي هو جايبها لك هنا على طول تمام. بعدين هنا ناخدها كوبي والله انا دي دلتا اي او بيسموها الديبرشن تمام. طيب بيقول لك بقى هتساوي ايه بقى؟ بيقول لك هتساوي المسافه، هتساوي الديست اللي هي ديت في تمام كوزاين سي او اس تمام، بعدين نفتح قوس ونديله الازموس الايه الصحيح. انسى بقى الازموس القديم ده كده خلاص، الازموس الصحيح اللي جاي من الزوايا الصحيحه تمام. طيب بس على فكره في الاكسل في حاجه، احنا قلنا في الاول ان في التان تمام لازم تحط الجري الاول علشان النتائج ما تجيلكش في الريديان. هنا في الكوزين هنعمل العكس تمام،
لازم عشان يحسب الكوزاين بتاعي لازم ان انا احول الداتا بتاعتي راديان، تمام، بعدين اجيب منها الكوزاين عشان يطلع لي في الديجري. فهمت؟ مش واضح قوي يعني. قبل ما اقول له كوزاين لازم الزاويه بتاعتي اللي انا هديها له اللي هو الازموس، الازموس عباره عن زاويه، الزاويه دي احولها للراديان، بعدين اقول له كوزاين الراديان ده هيطلعها لي في الديجري. دي لازم هو عشان يطلع لي الكوزاين بشكل صحيح في الديجري لازم الزاويه دي تبقى راديان. فانا هكتب له هنا راديان، هو راديانز، بعدين ادي له الازموس اللي هو ده، واقفل البوز واقفل البوز كده يعني ايه. خليك هنا بص هنا فوق عباره عن الكوزاين لده كله. الراديان لما انت تكتب راديان وجواها رقم يعني جوه يعني الزاويه دي هحولها للراديان، بعد ما احولها للراديان يجيب الكوزاين بتاعها كده هديك الكوزاين بتاعها بشكل صحيح. تمام، نقول له انتر، يبقى هي ماينس 52 هي ديت الفرق الاحداثي الان ما بين النقطه دي والنقطه دي. تعال نجرب كده، نقول له هتساوي النقطه دي ناقص الان ده ناقص الان ده، انتر، اوكي اكزاكتلي بالظبط مفيش اي مشاكل. تمام، بعدين نجيب ال، هتقول انت انت بتعملها كده ليه؟ انا خلاص مش عايز اجيب الاحداثيات دي، الاحداثيات دي اتغيرت دلوقتي، الاحداثيات دي اتغيرت، انا بس كان بقول لك تشيك يعني ايه اتغيرت؟ عشان كان فيها خطا في الزاويه وانا عالجته، بان في خلاص عالجته في الازموس ادجستمنت، عشان كده انا عايز احسبها من الازموس المصحح. انا لو جيت حسبتها من الاحداثيات دي تاني يبقى انا بحسبها من الاحداثيات تاني بيور، بس الاحداثيات دي اوريدي حصل عليها تعديل بتعديل الازموس، يعني الازموس يعني الازموس الحقيقي اللي جاي منها اهو اللي هو بالاحمر ده. الازموس ده انا عدلته لده، تمام، يعني الاحداثيات دي جايه منين؟ جايه من الاثنين دول، دول البيور بتاع اللي هو المسافه دي والازموس ده. طب الازموس ده انا غيرته جبت الصحيح، يبقى باقي منين؟ المسافه. تمام، يبقى الخطا اللي هيطلع لي هيطلع لي في هيبقى من المسافه بس. تمام، طيب هنا هتساوي المسافه في، تمام، هنقول له ساين، افتح بوست ساين برضه لازم تبقى راديان زي ما اتفقنا، راديان، بعدين نقول له ال الازموس الصحيح، سوري الازموس ده بوز، نقول له انتر، دي 84 هنا جايه من ده. تمام، 84، بعدين نسحب بقى على كله. تمام، ايوه دي كده دي ملهاش يعني، تمام، دي هنا مفيش مسافه قدام عشان كده جاي لنا اصفار. خلاص يبقى انا اخر ده ضلع ده، شايف اخر ضلع هنا هيبقى مع اخر مسافه. تمام، اللي هي دي، يبقى دي كده المركبات بتاعتي، كل ضلع المركبه بتاعته افقيه وراسيه. تمام، كله. طب اعرف منين ان في خطا زي ما شفت في المحاضرات اللي قبل كده؟ نجمع دول يعني نعمل كده دي سم، تمام، ده بعدين دي سم، ايوه. يبقى هنا بقى خلي بالك، هنا انت عندك، قال لك انت عندك خطا، تمام، قال لك انت عندك خطا هنا في فرق الاحداثيات في النورس عندك 2 سم وفي الايست عندك 3 سم. طب انت لو جيت هنا قلت ده ناقص ده، النورس اخر نقطه ناقص اول نقطه، تمام، هتساوي ده ناقص ده. تمام، شايف هنا ما طلعتش هي هي، انت عارف ليه؟ عشان الاحداثيات دي زي ما قلت لك هي اوريدي اتغيرت، يعني انا حطيت فيها الازموس الصحيح، يبقى اذا ال 2 سم دي بس جايه فين؟ جايه في المسافه، يبقى المسافه دي كمان عايزه تتظبط. المسافات دي كمان لما تتظبط وتيجي تحسب بقى ال اللاتيتيود والديبريشن تاني هتطلع لك هنا 0 0 خلاص، عشان انت صححت الازموس لكن ما صححتش الديستنس. وانا قارنت لك دي بدي ليه؟ عشان برضه افهمك ان انت لو ما انت تقول يا عم طب ليه وقع الدماغ ده كله؟ ما انا هحسب ان انا خلاص اخر نقطه ناقص اول نقطه هيطلع لي اهو فرق النورس، ماشي، انت هنا هيطلع لك الفرق ده، الفرق ده شامل خطا زاويه ومسافه، الفرق ده شامل خطا زاويه ومسافه، لكن الفرق ده شامل مسافه بس، والفرق ده شامل مسافه بس، ليه بقى؟ عشان انا اوريدي حسبته من الازموس الصحيح. وضحت؟ طيب خلاص نقفل، نمسح التمبريتشر المعادله بتاعتها ونشوف احنا واقفين فين. احنا واقفين دلوقتي هنا حلينا ديت، قال لي خلاص بقى احسب اللاينر ديسكلوجر بتاعك، احسب الخطا المسافه بتاعتك. كمان عايز اعرف انا عندي مسافه قد ايه خطا، المسافه الخطا بتاعتك قال لك عشان تحسبها خد الفورمولا بتاعتها ايه، اللاينر ديسكلوجر. تمام، قال لك اللاينر ديسكلوجر اهو هتساوي جذر اللات ده تربيع زائد الدبرشر ده تربيع، هو مثلث على فكره. هي إيه الفكره كلها؟ ان الخطا ده عباره عن برضه مثلث، يبقى الخطا هنا هتساوي ايه؟ هكتب هنا بقى كده هنا اللاينر
اس لاينر ديسكلوجر بتاعي هيساوي ايه؟ هقول له هيساوي تمام جذر اس كيو، هقول له ده تمام. بص بقى زي ما اتفقنا اللي هي شيفت 6 2 زائد ده شيفت 6 2 ونقفل الكوس وانتر، يبقى انا عندي خطأ 2 سنتي تقريبا، ده الخطأ بتاعي تمام. طيب خلاص ده الخطأ، عندي خطأ في المسافة 2 سنتي، يعني المسافات بتاعتي ال 2 سنتي دول متوزعين على مجموع المسافات ده كلهم، يبقى عندي المسافات كلها فيها خطأ 2 سنتي، يبقى انا لازم ال 2 سنتي دي اوزعها. اوزعها ازاي؟ هنشوف دلوقتي. زي ما الخطأ حسبناه من اللات ولا من المركبات برضه هنوزعه على المركبات. طيب بس الخطوه اللي بعدها بيقول لي تشيك الديسكلوجر ستاندرد، بس بيقول لي بقى يعني ايه، شوف بقى في المواصفات بتاعتك هل الخطا ده مسموح بيه ولا لا. طيب انا عشان الخطا احسبه مسموح بيه ولا لا، بيجي لي المواصفات دايما بيجي لي نسب تمام. يعني هنا مثلا بيقول لي ايه النسبه بتاعتك 1 الى 25000 اللي هو كلاس اي بي سي، 1 الى 25000، 1 الى 10000، 1 الى 5000. طب انا عشان اجيب النسبه دي 1 الى النسبه دي، يعني بناء على الترافيرس، يعني النسبه دي هقسمها للترافيرس كله، يبقى انا هقول له هتساوي ده الخطا اللي طالع لي ده على محيط الترافيرس، على مجموع المسافات. سوري تمام، يبقى انا عندي النسبه بتاعتي 1 الى الرقم ده، يبقى بالظبط كده انا عندي ال 1 الى 1 بس. اوكي تمام. هنكتبها ازاي؟ ممكن نكتبها كده 1، نفتح علامة تنصيص، نكتب 1 إلى علامة تنصيص تانية، بعدين هنا هكتبها لي بالمنظر ده كده ونقول انتر، نطبق لي المعادلة، يبقى أنا عندي معادلة 1 إلى 21000 تمام. أنا دي المعادلة بتاعتي، عندي 1. طيب أنا عندي هنا فيها ارقام عشريه كتير، عايز اقربها لصفر، ممكن نعمل حاجه اسمها راوند داون، قلنا راوند داون دي كوما صفر. دي كل دي فنيات الاكسل، مش عايزك تشغل بالك بيها، بس انا عايز بس يعني اظهرها بس مش اكتر، يعني ظهرتها بالشكل دوت كده تمام. يبقى انا عندي النسبه بتاعتي كام؟ 21000. ال 21000 اقل من 25000 كي، يبقى اصلا يعني المسافات معانا ماشيه مع حتى مع اقل مع اول كلاس ناجحه معانا المسافات، لكن الزوايا سقطت تمام. فالزوايا كنا المفروض ان احنا ما نكملش نقط، لكن احنا كملنا، لكن هنا في المسافات عندي نجحت. يبقى انا جبت النسبه دي ازاي؟ جبت النسبه دي ان انا قسمت محيط الترافيرس اللي هو مجموع الزوايا على الخطا اللي طالع لي اللاينر ديسكلوجر، هيديك النسبه بتاعتها اللي هي المفروض 1 الى. كتبت 1 الى دي ازاي؟ بسيطه جدا، تعمل علامه تنصيص وتكتب 1 الى الحاجه اللي انت عايزها، بعدين اللي هي العلامه اند اللي هي عباره عن شيفت و7 تمام، بعدين راوند داون اللي هو بيقرب لك الرقم اللي طالع صفر، يعني ما فيش رقم 10 مثلا، كتبت هنا 3 يعني مثلا شايف هنا 3 يعني شايف هيقرب لك لثلاث ارقام عشريه وهكذا تمام. يبقى انا عندي في المرحله اللي هي تشيك ميس كلوجر ستاندرد انا كده باس، يبقى كده ان انا ناجح في المسافات بتاعتي تمام. طيب يبقى لحد دلوقتي اتمنى تبقى الامور كلها مفهومه، مفيش اي حاجه فيها يعني تكون فيها نوع من التعقيد تمام. طيب المرحله اللي بعدها فهي خلاص في حاله اكسبتابل تمام، بيقول لي بقى صحح المسافات بتاعتك، خلاص المسافات دي صحح ال 2 سم دول اوكي ابروف، كمل عليهم بس صحح عشان تبتدي تحسب الاحداثيات بقى النهائيه بتاعتك، يبقى عندك زوايا صحيحه ومسافات صحيحه، تبتدي بحسب الاحداثيات الصحيحه على طول تمام. طيب قال لي هتحسبها ازاي؟ احسبها بواحده من دول، بوديتش ترانزيت كريندل ليست سكوير. اتكلمنا عن كل فرق عن كل واحده فيهم، وكلمنا عن المعادلات بتاعتهم، فوليكن مثلا هنستخدم البوديتش، هي يعني اقرب كتير لغزل بتوتر ستيشن بالنسبه لي تمام، هنستخدم بوديتش. فقال لي بوديتش رول، قال لي خلي بالك اهي انت عايز البوديتش بتاعتك تمام، يبقى هتصحح بطريقه، هتصحح مثلا طريقه بوديتش بالشكل ده كده. هنا بيقول لك ايه؟ كل لات من دي اللي هي هو لما هيجي صح هيصحح ايه؟ هيصحح المركبات. كل لات كل لات وبيتشر هتاخد والديب هتاخد قدر من التصحيح، قدر من التصحيح ده هيتحسب ازاي؟ هيتحسب بالفرموله دي تمام؟ طيب فهنيجي ممكن نعمل مثلا احنا كده هنا عند بوديتش ده
مثلا التصحيح ببودج، مثلا ممكن نفتحه كده نكتب هنا بودج، أو ممكن نكتبها هنا خلاص. أوكي Ctrl C مثلا، ممكن نكتب جنبها دي underscore. على فكرة بودج دي اسمها كامبس رول برضه بالمناسبة، عشان هتلاقيها في بعض البرامج اسمها كامبس رول، يعني ممكن احنا حتى نكتبها هنا كده، أو اللي هي كامبس. تمام طيب خلاص نكتب بس جنبها دي كده، ان احنا فهمنا ان هي دي ايه تبع عمو بوديتش، يعني ده مقدار التصحيح اللي هو اللي بودج هيحسبه، اللي احنا هنحسبه بودج. تمام طيب بودج بيقول لك ايه؟ بيقول لك المركبه ديت اللي هي الكوريكت لات اللي هي دي، تمام، هتاخد التصحيح بتاعها ازاي؟ تاخد الايرور لات، تمام، على الترافيرس لينس، عشان هنكتب احنا هنا لينس، الترافيرس لينس اللي هو مجموع الترافيرس في المسافه الديست بتاعتها، احنا بعيد عن الزوايا خالص بقى والكلام ده، احنا دلوقتي صح على المسافه خالص عشان الزوايا اوريدي صحاح. طب هطبقها ازاي برضو؟ هيقول لي ايه؟ هقول له هيساوي، تمام، بيقول لي ايه؟ بيقول لي نفتح قوس، تمام، بيقول لي الخطأ في اللات اللي هو ده، وهو ما دام حاجه ثابته خليها ثابته في كله، يبقى هعمل لها لك، هعمل لها لك ازاي؟ ان انا اضغط على اف 4، تمام، على المجموع الترافيرس، الترافيرس لينسز اللي هو ده مجموع الترافيرس، برضه هعمل له لك عشان ده يبقى ثابت، تمام. بعدين نقفل القوس، اقول له الكلام ده كله فيه المسافه اللي هي دي، تمام، نقول له انتر. يبقى دي هتاخد مقدار من التصحيح دوت اللي هو ال 4 مللي دول، تمام، جاي وكرر على كله، تمام. طيب بعدين اللي بعده اللي هي الدب هتساوي، افتح قوس، الخطأ في الدب اللي هو ده ونربطه على مجموع الترافيرس اللي هو ده ونربطه اف، نربطه اف 4 زي ما اتفقنا. بعدين نقفل القوس، بعدين نقول له في الديست اللي هي المسافه، المسافه دي اوكي هتاخد مللي، تمام. يبقى ده مقدار التصحيح. شكرا، احنا هتاخد مللي دي مش عارف حاجه، مللي مللي، وزع لي ال 2 سم هنا ووزع لي ال 3 مللي على الكلام دوت، تمام. خلاص بقى نحسب بقى الكوريكت ديب والكوريكت لات اللي بقى ايه المركبات الصحيحه، تمام. هقوله دي اندر سكول كوريكت الصحيحه بقى، اوكي. طيب هنا الصحيح دي ناقص دي زي ما اتفقنا، يبقى هتساوي ديت ناقص التصحيح، عشان لو ناقص يبقى زائد، عشان لو زائد يبقى ناقص، اوكي. نكرر دي هتساوي ده ناقص دوت، اوكي. دي المركبات الصحيحه، نجرب، اوكي، دي كده المركبات بتاعتي الصحيحه. طيب هل مجموعها صفر؟ نجمع صفر، يبقى انا كده ايه مظبوط، نجمع صفر، ايوه خلاص النتائج بتاعتي مجموع المركبات عندي ده صفر، يعني معنى كده ان انا صححت زوايا، يعني المركبات ديت اللي هي شامله المركبه اللي هي بتشمل الازموس وبتشمل الديستانس مجموعها صفر. على فكره ده المجموعه صفر دي في الترافيرس المقفول، تمام. في الترافيرس المفتوح لا، يبقى لازم الاولى بتساوي الاخيره، يعني الاولى الاحداثيات اول نقطه ناقص احداثيات اخر نقطه هي اللي بتساوي صفر، تمام. طيب فهنا في الترافيرس المقفول عندنا يبقى مجموع اللات واللونج بتساوي صفر، يبقى انا كده الاحداثيات بتاعتي المعادلات بتاعتي صحيحه 100%، تمام. طيب انا كده بقى جاهز لاخر مرحله، خلاص صححت البودج، تمام. يبقى انا هنا لما شيكت على بعد لما صححت الزوايا شيكت، لازم تطلع لي نفس الفرق الهندسي، اوكي. وبعد لما احسب الازموس الصحيح لازم من اول ازموس هيساوي اخر ازموس، تمام. وهنا بقى بعد لما خلصت الكلام ده كله، تمام، بعد لما صححت المركبات، يبقى برضه عشان اشيك، يبقى لازم المركبات مجموعها يساوي صفر، وهنا المركبات مجموعها يساوي صفر. لكن في الترافيرس المفتوح لازم مجموع النقطة الأولى المركبة الأخيرة ناقص المركبة الأولى يساوي صفر، الأخيرة ناقص الأولى، لكن في المقفول لازم كله يساوي صفر، مجموعهم يساوي صفر، مجموع المركبات كلها، تمام.
طب انا كده بقى جاهز لاخر مرحله اللي هي مرحله حساب الاحداثيات النهائيه، وعشان برضو اضمن ان انا الحساب بتاعتي احداثي النهائيه هبتدي احسب الاحداثيات، ولازم ادام في الترابيزه يكون عندي بقى اخر نقطه احسبها اللي هي النقطه اللي هي عندي كام هنا رقمها اللي هي ال 130 ايه اخر نقطه انا رصيدها اللي هي فيها فرق، شايف فيها فرق هو سنتي و8 مللي وسنتي و5 مللي، النقطه ديت لازم تطلع لي نفس النقطه الاولى بالظبط، يبقى انا كده احداثياتي صحيح. هكتب كده النص تمام، الاحداثيات بقى النهائيه الاست تمام، وهنشوف ازاي نصحح. بس نغير بس الالوان بقى كده شويه عشان ما نتلخبطش، نخليها وليكن اكتر تمام، نخلي الاحداثيات النهائيه عندي لونها احمر. طيب يقول لك بقى ايه اهو الاحداثيات النهائيه تحسبها ازاي في فاينل كوردينيت، تحسبها بالشكل ده كده. يقول لك ببساطة إن أول نقطة هي الستيشن 130 اللي هي هتاخد نفس إحداثيات الكنترول بوينت، يعني نفس إحداثيات الكنترول بوينت ال 130 إحداثياتها الصحيحة هتاخدها هي هي، مش هنغير فيها أي حاجة تمام؟ دي الإحداثيات النقطة الأصلية اللي هي النقطة اللي أنا بادئ منها، إحداثياتها زي ما هي عندي. طيب إحداثيات النقطة اللي بعدها بقى بيقول لك بتساوي اللي هي إحداثيات النورث، شايف الـ N هتساوي اللات زائد النورث بتاع النقطة اللي قبلها. اوكي يعني اللات اهو ده زائد سيب ده زائد نورس. اوكي نجمع لحد النقطة الأخيرة تمام، والال اي هتساوي الدب زائد الاست بتاع النقطة اللي قبلها الفور بريفيوس بوينت. بعدين نكرر شايف النقطة الأخيرة أهي تشيكنج بتاعنا نفس النقطة الأولى بالظبط، يعني شايف هقول له هنا هتساوي النقطة ديت ناقص دي صفر هتساوي النقطة دي ناقص النقطة دي هتساوي صفر، وأنا كده عندي الإحداثيات عندي صحيحة 100%. دي كده الإحداثيات النهائية بتاعت الترابيرس بتاعتي. طب عايز أعرف كل نقطة اتغيرت قد إيه، ممكن اقول له هنا مثلا الدلتا لات مثلا اقول له الديف ان يعني التغير في الان، عايز اعرف بس كل نقطه اتغيرت قد ايه. ديف اي اقول له هتساوي النقطه دي الجديده ناقص النقطه الاصليه، واكرر نفس الكلام ده في الليست. تمام اشوف هنا شايف هنا اول نقطه ما اتغيرتش حاجه خالص، النقطه الاولى اخذت 5 مللي نورس مللي است، النقطه الثانيه اخذت تقريبا سنتي وملي، النقطه الثانيه اخذت 2 سنتي وزيرو، النقطه الثانيه اخذت 3 سنتي، النقطه الثانيه اخذت سنتي، النقطه الثانيه اخذت. طب ايه التوزيع دي مشيت ازاي؟ التوزيع دي مشيت على حسب الزوايا وعلى حسب المسافات بتاعتها. كده يبقى احنا قدرنا نحسب الترابيس بتاعنا، مشينا بالبروسيجر بتاعنا خطوه بخطوه من حد الفاينل كورتين، وقدرنا نطلع الاحداثيات النهائيه اللي هي الخاصه بالترابيس. خلاص لما تاخد بقى النقاط دي وتبتدي تشتغل بيها في السايت الاحداثيات الجديده دي لازم هتقفل معاك، او في حاله ان الجهاز عندك بيرفكت مفيش اي مشاكل كل الامور هتقفل معاك بشكل جيد جدا بدون اي مشاكل. وان شاء الله بقى الجزء الثاني هنبتدي ناخد البيانات دي هي هي نفس الداتا ديت ونصححها على سيبر 3 دي ونشوف النتائج اللي هتطلع لنا كام ونبتدي نقارن. طبعا الطرق اللي احنا استخدمناها دي طرق دقيقه جدا وطرق عالميه وطرق معتمده، ما فيش اي حاجه جديده، تقدر ترجع للانترنت تقدر ترجع للمراجع تبتدي تشوف كل الامور ماشيه ازاي تمام. واتمنى ان تكون فكره الورك فلو ديت سهلت الموضوع شويه ووضحت لنا البروسيجر ماشي ازاي او البروجريس ماشي ازاي بتاع تصحيح الترابيزات، وبرضه ان احنا ظهرنا المعدات بتاعتنا وعالجناها وطبقناها على الاكسل بطريقه كده منظمه وشيك، تقدر تحفظ الشيت دوت خلاص. بعدين انت بتبتدي بقى تاخد لو انت الاحداثيات ديت كده تبتدي تغيرها باحداثيات ثانيه جديده، او لو سواء نقاط اكتر نقاط اقل تبتدي توسع الجدول بتاعك وتبتدي تقول الكلام ده يتحسب تاني اوتوماتيك، ما تضطرش ان انت كل شويه تكتب المعادلات. واتمنى تكون الموضوع مفيد، وان شاء الله الجزء الثاني من المحاضره هنتكلم فيها عن تصحيح على برنامج سيفل 3 دي ونبتدي نقارن بين النتائج هنا وهنا. والسلام عليكم ورحمه الله.